النظام الذاتي الدولي المواكب لورش الجهوية المتقدمة وخط شراكات استراتيجية جديدة تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي. ومن جهة أخرى، وكما سبق أن أكدنا على ذلك في خطابنا السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2017 وفي الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلمان الثاني للجهات في نفس السنة، يجب أن تكون الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية مضبوطة بما يكفي من الدقة لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية. وحيث أننا دعونا إلى تشاور ناجع لتحديد الاختصاصات التي تتميز بدرجة عالية من الدقة ضمن تلك المرصودة للجهات في القانون التنظيمي والتي ستتولاها الجهات في المرحلة الأولى على أن تجري عليها تحيينات بصفة دورية، فإننا نهيب بالقطاعات الحكومية والنخب الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين المعنيين إلى المزيد من الانخراط في إطار التشاور القائم لتدارس السبل الناجعة لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها وفق مقاربة تشاركية وداخل آجال معقولة. الجماعات المحلية بكل مكوناتها وكذلك السدار رؤساء مجالس الجهات وأطور هذه المجالس والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بجهات سوس ماسة وإدارة جمعيات جهات المغرب. وفي الختام أتمنى كامل التوفيق لأشغال هذه المناظرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إصلاحات جديدة شاملة في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة. أعلن جلالة الملك عن تعديلات دستورية هامة تبسط التنظيم الإداري وتكرس التدبير الحر والتضامني لجهات المملكة بشكل يجعلها كيانا قائم الذات شريكا للدولة في التنمية، ويتمتع بالصلاحيات ويضطلع بالمسؤوليات الدستورية والقانونية في التنمية والتغطية وتوفير مناخ الاستثمار والتكوين. وبهذا أصبح مشروع جهوية الحل الأنسب لتحقيق متطلبات التنمية بالجهات الاثنتي عشرة بما يخدم المصلحة العامة. في العام 2015 شهد المغرب تنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية شكلت نقطة الانطلاق الفعلية لتنزيل الجهوية، إذ وضع جلالة الملك مقتضيات جديدة وأعلن عن دعامات إضافية للجهوية المتقدمة تعتمد على التنسيق والتتبع وتقييم المشاريع الموجزة.